يا اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. طبعا الحقيقه يمكن بنتابع تمرينات النادي الاهلي كل يوم، ده يعني مستر موسيماني ابتدى يدخل لعيبه في مود الاستعداد طبعا للمباراه، وعايزين نطمن على لعيبتنا. كان في اكتر من لعيب، يعني طمنا على ربيعه في الفتره الاخيره رجع وشارك بقوه، وطمنا على كابتن سعد سمير كمان رغم انه سعد بره القايمه، لكن الحمد لله رجع بالسلامه. عايزين نطمن على باقي اللعيبه. هيكون معانا زميلنا فاروق صلاح من ملعب التتش. فاروق مساء الخير. مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير عليك يا ساره، وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا فاروق. كلمني بدايه بس، خليني قبل ما ندخل في تمرينه النهارده اعرف اخر الاخبار المتعلقه بماتش الاهلي وابوئيل الاسمده في كاس مصر. هل في تطورات؟ هل في جديد عندك؟ يعني النهارده كان لينا حديث مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، اتكلمنا على المباراه واستعدادات الاهلي للمباراه. الكابتن سيد قال لك حتى الان لم نتلقى اي خطاب رسمي من الاتحاد المصري لكره القدم او اللجنه الخماسيه بشان هذا اللقاء، لكن الفريق بيواصل استعداداته، مفيش اي خطاب رسمي تم ان هو وصوله للنادي الاهلي. النادي الاهلي يعني بيستعد للمباراه النهائيه امام نادي الزمالك في يوم 27 في الدور النهائي لدوري ابطال افريقيا. تمام. لكن بشان هذا الامر يا احمد، النادي الاهلي لم يتلقى اي خطاب رسمي. تمام. هي مفترض المباراه دي موعدها اللي كان محدد مسبقا يعني كان يوم 22 نوفمبر في حدود معلوماتي، يعني كان محدد لا يوم 21 نوفمبر، ولكن لم يتم يعني اي مخاطبات رسميه، ولكن لم يعني لم يكن هناك اي مخاطبات رسميه مع النادي الاهلي، وده زي ما صرح لنا النهارده الكابتن سيد عبد الحفيظ. تمام. عايزينك كمان يا فاروق، بما انك كنت في التمرين النهارده، تطمنا على اللعيبه وكمان على حسين الشحات اللي رجع التدريبات الجماعيه النهارده. النهارده يا ساره اقول لك حاله الجاهزيه والتركيز اللي عليها لاعبي النادي الاهلي، وايضا الجهاز الفني. خلاص احنا داخلين في مرحله من اهم المراحل، مرحله التحضير والاستعداد لمباراه الزمالك، ومستر بيتسو موسيماني بدا ان هو يحضر لهذا اللقاء، ويعني تقدر تقول تفكير راجل منشغل باللقاء طبعا وتجهيز اللاعبين. اطمنك النهارده حسين الشحات نزل المران الجماعي، ادى مران اكثر من رائع النهارده. حاله الجاهزيه اللي عليها حسين الشحات، ايضا رامي ربيعه يعني واحد من اللعيبه ان شاء الله اللي جاهز ليه مواجهه نادي الزمالك في الدور النهائي، ايضا جونيور اجاي واليو بادجي اللي كانوا يعني رجعوا من بعد حصولهم على اجازه النهارده، شايف اليو بادجي وجونيور اجاي. طبعا مستر بيتسو موسيماني في ظل النقص العددي بيلجا ان هو يستعين يعني بمجموعه يعني تتجاوز ال 16 لاعب من قطاع الناشئين، بيحاول يقف على بعض اللاعبين اللي ممكن يحتاجها خلال الفتره القادمه، بعض اللاعبين اللي ممكن تطلع اعارات في النادي الاهلي. النهارده تقدر كل اللاعبين مركزين. احمد الشيخ ايضا عايز اطمن جماهير النادي الاهلي عليه، احمد الشيخ النهارده كان في مرحله الاخيره بالجري حول الملعب وقال لي انا جاهز ان شاء الله للمران يوم الخميس. من النقاط الثانيه المهمه اللي عايزين برضو خبر يفرح كل جماهير النادي الاهلي، ان كريم نيدفيد خلاص بدا مرحله الجري حول الملعب بعد فتره غياب طويله. الحمد لله على السلامه. اصابه الحمد لله على سلامته. الحمد لله على سلامته. وحشنا كريم والله. بالظبط. يعني انا حاله السعاده اللي شفتها يا احمد عند كريم هي تنعكس عليها السعاده والكلمه اللي طلعت منك دلوقتي طبعا. يعني كريم نيدفيد يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني اشتاق للملعب واشتاق للتدريبات النهارده وهو بيجري حول الملعب، يعني من الاخبار السعيده جدا اللي كان بينتظرها جمهور النادي الاهلي. عدينا مرحله صعبه جدا، يعني كريم قال لي انا عديت مرحله صعبه لكن طبعا ان شاء الله القادم هيبقى خير. وانا عاجبني يا احمد حاله التفاؤل والرضا اللي عند كريم نيدفيد او محمد محمود او محمود متولي لما تيجي تتكلم معاهم على الاصابه، عندهم حاله من الرضا بقضاء طبعا، وان الاصابه بتبقى قدر، لكن عندهم نفس الامر الدافع والحماس انه يرجع سريعا لارض الملعب. ربنا ما بيعملش حاجه وحشه ابدا. خليني اخيرا اطمن منك على حاله وليد سليمان. يعني برضه انا هطمنك على وليد سليمان وايضا على علي لطفي. علي لطفي كان يعني اشتكى من جزع في الرباط الداخلي للركبه بالامس في المران الامس، والنهارده الجهاز الفني والدكتور خالد محمود فضل راحه علي لطفي. النهارده كان عمل فحص طبي من خلال الدكتور خالد محمود واداله راحه من المران النهارده، وطبعا الفريق هياخد راحه غدا من هيحصل على راحه غدا من التدريب. يوم الخميس ان شاء الله يعمل يعني فحص اخير لعلي لطفي، ان شاء الله يكون موجود في
ارض الملعب وفي التدريب ان شاء الله. بالنسبه لوليد سليمان كان اشتكى وما يعني ما كملش المران بالامس، النهارده الجهاز فضل راحته، هيحصل على يومين راحه من التدريب ايضا النهارده واليوم وغدا بمشيئه الله. يوم الخميس ان شاء الله يكون موجود في ارض الملعب. دي يا احمد تقدر تقول كل الكواليس الخاصه باللاعبين المصابين او اللاعبين العايدين. لكن النقاط النقطه المهمه جدا اللي عايز يعني برضو ان انا اقولها، حاله التركيز بقى اللي عند لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي بتتكلم على كهربا، اجاي، حسين الشحات، محمود وحيد، رامي ربيعه، حاله الجديه والتركيز اللي على اللاعبين. ومن النقاط المهمه جدا برضو يا احمد يعني قبل ما اختم معاك، الدروس اللي احنا بنتعلمها في النادي الاهلي، علاقه اللاعبين الكبار مع اللاعبين الناشئين، تحسش ان اللاعب الناشئ غريب على النادي الاهلي او ان هو جديد، ان النادي الاهلي دايما الكبير بيحتوي الصغير، واللاعبين الصغيرين الصغار الناشئين وعلاقتهم مع اللاعبين الكبار في النادي الاهلي اعتقد بتبقى دروس وبتفرق معنويا جدا مع اللاعبين الناشئين. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح على اخر اخبار تدريب النادي الاهلي النهارده. كل التوفيق للاعبتنا والحمد لله على سلامه الرجاله اللي راجعه.